والمواطنين وفي مقدمتهم الشغيل المشؤوم والذي مررته الحكومة في غفلة من الجميع والذي أجهز التنمية وتحقيق الأرقام المؤكدة. طبعا كنحتفي بذكرى فاتح اليوم ماي اليوم باش نأكدوا على المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، ونعتبر أن مخرجات الحوار الاجتماعي بالصيغة والشكل والمضمون لا تلبي تطلعات الطبقة العاملة، باعتبار أنه كنا نأمل أنه الحكومة دعمم الزيادات اللي تم إقرارها في قطاع التعليم على جميع القطاعات وهو ما لم يتم. أيضا نتساءل ونسائل الحكومة على مآل قانون النقابات لمن يجري اليوم لمصلحة من يتم تأجيل إقرار هذا القانون واستمرار حالة الفوضى ولا تنظيم في المشهد النقابي.